كم عدد النمل الموجود على الكرة الأرضية؟ ربما تذهل أخي الحبيب من هذه الدراسة الحديثة التي نشرت قبل أيام، وتحديدا بتاريخ 20/9/2022. قام العلماء بتحليل أكثر من 400 دراسة سابقة، ووجدوا أن كوكبنا يحوي أكثر من 20 مليون مليار نملة. لكي تتصور هذا العدد أخي الحبيب، اليوم عدد سكان الأرض أقل من 8 مليارات إنسان. إذن كل البشر على الأرض بحدود يعني 7.5، أقل من 8 مليار. 8 مليار. عدد النمل 20 مليون مليار. تصور يعني أكثر من عدد البشر بملايين المرات، أعداد هائلة من النمل. لذلك أنا أول شيء يخطر على بالي أن الله عز وجل عندما أنزل سورة كاملة سماها سورة النمل، إنما لحكمة، لأن هذه مخلوقات عظيمة لها أنظمة متطورة جدا. النظام الذي يستخدمه النمل في المواصلات وفي السير والتنقل والتواصل أعقد بكثير مما توصل إليه البشر حتى الآن. تصور أخي الحبيب، النمل ليس لديه أقمار اصطناعية، وليس لديه ما يسمى بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، وليس لديه تكنولوجيا متطورة تتعلق بالاتصالات الرقمية وغير ذلك. النمل منذ مئات الملايين من السنين وهو موجود على الأرض يتواصل بتقنية تسمى تقنية الاتصالات الذكية، أذكى مما اخترعه البشر أخي الحبيب. لذلك تجد مليار نملة مثلا، مليار نملة يعملون في مستعمرة واحدة وكأنهم واحد، بينما نجد مشاريع فيها بضعة مئات من البشر، تحدث إصابات وتحدث أخطاء وتحدث كوارث بضع مئات. تصور لو أننا نحن البشر أردنا أن نشغل مليار عامل دفعة واحدة، مستحيل. يعني لا يوجد قوة بشرية تستطيع أن تسيطر على هذا العدد الهائل. أعظم المشاريع، يعني حتى الأهرامات يقال استخدم فيها 50,000 أو 100,000 عامل على أكثر تقدير. أما أن تقول مثلا مليون عامل، 1,000,000,000 عامل، مليار، هناك مستعمرات فيها عدة مليارات من النملات، مستعمرة واحدة تمتد لمئات كيلومترات. إذن أخي الحبيب، هذا المخلوق مخلوق عظيم جدا، على الرغم من صغره له خصائص مذهلة. الحقيقة يعني نود أن نتأمل الآية التي ذكرت النمل، ونتأمل يعني قوة المعلومات التي تحملها هذه الآية. أولا، هناك سورة اسمها سورة النمل في القرآن، ورد فيها ذكر النمل في آية كريمة. الله تعالى يقول فيها: حتى إذا أتوا على وادي النمل، سليمان وجنوده مروا على وادي النمل. هنا القرآن يعطينا معجزة ستكتشف اليوم. قالت نملة: يا أيها النمل. أول شيء أخي الحبيب، استخدم القرآن هنا كلمة قالت بالمؤنث. لماذا؟ لأن العلماء اكتشفوا أن النملة الأنثى هي المسؤولة عن التحذير وليس الذكر، وهذا الأمر شائع في العالم الكائنات الحية، ولكن في عالم النمل خصوصا النملة الأنثى هي التي تتولى المراقبة والتحذير. يعني مستعمرة النمل يضعون نوع من أنواع النمل في الخارج على مرتفعات وعلى
مسافات معينة، وتستطيع أن تتواصل مع النمل بالترددات الصوتية. النمل يطلق ترددات صوتية حقيقية ولكن نحن لا نسمعها، ولكن عندما استخدم العلماء مكبرات صوت وأجهزة كمبيوتر حساسة جدا، استطاعوا تسجيل هذه الذبذبات الصوتية التي تقع في ضمن المجال الصوتي المسموع. ولكن بسبب يعني قلة أو بسبب ضآلة يعني هذه الترددات نحن لا نسمعها. طيب، قالت هنا معنى ذلك أن النمل يتكلم، العلم أثبت ذلك، هذا أولا. وحرف التاء هنا للتأنيث، قالت تاء للتأنيث. العلم اكتشف أن النملة الأنثى هي التي تتولى مهمة التحذير، وهي التي تطلق الإنذارات للنمل في حال وجود المخاطر، مثلا وجود وحش يريد أن يهاجم، وجود خطر معين. الأنثى، سبحان الله، هنا وصف دقيق. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. كلمة مساكنكم هنا أخي الحبيب أدق من كلمة مستعمرات النمل، لأن كلمة مستعمرة لا تعطيك يعني نوع من لا تعطيك نوع من التصور الهندسي لما يوجد في الداخل. أما كلمة مسكن، أي فيه السكون واستقرار، وفيه آلية معينة للحفاظ على استمرار النمل في حياته. يعني نحن نجلس في بيت الآن، البيت فيه جهاز تكييف، فيه فتحات تهوية، نوافذ، فيه وسائل متعددة للراحة، فيه إضاءة، فيه يعني هذا هو المسكن، صفات المسكن. فيه سقف تحتمي تحته. مساكن النمل تشبه مساكن البشر ولكن بما يتناسب مع احتياجاتها. دائما النمل يصنع ثقوبا للتهوية لكي تحصل على الهواء، تصنع ممرات ذهابا وإيابا. الطرق التي تحفرها النمل في تحت الأرض، وجد العلماء أنها تختار الطريق الأسرع والأيسر لكي لا تحدث اصطدامات، ودائما يكون لديها طريق ذهاب وعودة، ذهاب وإياب. يعني النملة لا تصنع طريق اتجاه واحد، لا، اتجاهين تماما، مثل الطرقات التي يصنعها البشر. لأن هناك نملات محملة بالغذاء تأتي لداخل هذا المسكن، فيجب أن يكون هناك طريق لها لا يعيقها من يأتي، من يأتي يسلك طريق آخر، طريق العودة. سبحان الله، شيء دقيق. هناك غرف داخل بيت النمل أو مسكن النمل، غرف مخصصة للعناية بالأطفال الصغار، النملات الصغيرة التي تخرج من اليرقات حديثا. هناك من يعتني بها. الله زود النمل أيضا بمادة معقمة تضخها على هذه اليرقات لتعقيمها، سبحان الله، من بعض الفطريات وبعض البكتيريا وغير ذلك. طيب، إذن أنا أمام مسكن وليس مستعمرة، فالقرآن استخدم كلمة مسكن متفوقا على العلم الحديث. لاحظتم أيها الأحبة؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لماذا لا يحطمنكم؟ متى يحدث التحطم أيها الأحبة؟ التحطم يحدث للشيء القاسي وليس للشيء الطري. يعني مثلا النبات الأخضر لا يتحطم، بينما الأشياء القاسية الصلبة يعني تتحطم، مثل الزجاج، مثل العظام القاسية تتحطم، مثل أي شيء صلب يتحطم. طيب، النملة مما تتكون؟ وجد العلماء أن النملة الذي يحميها أصلا هو هيكل عظمي خارجي صلب جدا. هذا الجهاز العظمي الصلب جدا
يحميها من، لذلك ترمي بالنملة من الطابق العاشر لا تموت، تتعرض لكثير من الضغط ولا تموت، ولكن عندما تدوسها بشدة تتحطم، ولكن نحن لا نشعر بهذا التحطم. طيب، من الذي ألهم النبي عليه الصلاة والسلام، سؤالي أنا لبعض من يشكك بالقرآن، من الذي ألهمه أن يستخدم هذه الكلمة بالذات؟ يعني كان ممكن أن يقول لا يدوسنكم سليمان وجنودهم، لا يقتلنكم، لا كذا، لماذا يحطمنكم؟ ليعطيك إشارة أن هناك جزء صلب جدا في جسم النملة يتحطم ويتكسر، وهذا ما كشفه العلم. طبعا هنا أيها الأحبة، جسم النملة بالضبط لا يوجد فيه زجاج حقيقي يعني، ولكن النملة فيها مكونات الزجاج، السيليكون وغير ذلك، موجودة طبعا في معظم الكائنات الحية، ولكن هيكل النملة الخارجي معقد جدا ودقيق وصلب جدا ويتحطم. وبالتالي نحن أمام يعني معجزة في كل كلمة، معجزة في كل كلمة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. إذن هناك إمكانية لمعرفة أسرار كلام النمل. سيدنا سليمان أوتي من العلم ما لم يؤت غيره، فقال للناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إذن الله علمه منطق الطير، منطق بعض الحيوانات مثل النمل، لذلك فهم عليها وتبسم، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، يعني أعني يا رب أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهنا أيها الأحبة، عندما نرى هذا العدد الهائل من النملات في العالم، 20 مليون مليار نملة، يعني عدد لا يتصوره العقل، وتعيش، وهذه النملات ضرورية للتوازن البيئي، إذا اختفت ربما الحياة تختفي من على ظهر الأرض، لأن لها مهمة تقوم بتنظيف البيئة، هناك توازن على الأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هذا التوازن دقيق جدا، لدرجة أنك إذا يعني أخفيت أي عنصر من عناصر الطبيعة ستختل بقية العناصر. فوجود هذا النمل أو هذه النملات 20 مليون مليار نملة ضروري جدا لتوازن الأرض، لسلامة الغلاف الجوي، لاستمرار الحياة على ظهر الأرض. طيب، من الذي خلق هذه النملات؟ يقولون الطبيعة. طيب، من الذي استطاع أن يحدثنا عنها بهذه الدقة؟ يقولون بالصدفة. طيب، ما لكم أيها الملحدون، كيف تحكمون يعني؟ لذلك أخي الحبيب، والله كل اكتشاف علمي وكل ظاهرة كونية يتم اكتشافها، الحقيقة أنا كمؤمن يعني أتأملها، أتفكر فيها، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعل لي هذا القرآن دليلا، وجعله نورا، وجعله وسيلة أهتدي به. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالكتاب الذي أخبرنا عن عالم النمل وعن مساكن النمل وتحطم النمل، وأن النمل الأنثى هي التي تحذر، وأن النمل يتكلم، هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عند بشر، بل هو كما قال الله فيه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.